العالم اليوم. مرحبا مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. أبو كيس هو عنوان الفيلم السينمائي الأول الخاص بالأطفال، سيناريو وإخراج ميلاد أبو موسى وقصة وحوار سهام شمعون. شخصية أبو كيس اللي أخافت الأطفال لسنوات طويلة اكتسبت هوية جديدة في هذا الفيلم وأصبحت أكثر ودا عكس ما كان يشاع ويحكى في الروايات القديمة. للمزيد من التفاصيل عن هذا العمل برحب بمخرج الفيلم ميلاد أبو موسى. أهلا وسهلا فيك معنا ميلاد باليوم على الحرة. يعني دايما نتذكر أجيال كتير سمعت جملة إذا ما بتقعد عائل رح حطك بالكيس، رح يجي أبو كيس ونحطك بالكيس ونزتك لبعيد. ليه اخترت شخصية أبو كيس؟ لأنه أول فيلم لبناني للأطفال، يعني متخصص للأطفال، لأنه نحن منضيع مرات أنه في شيء للأطفال في شيء عن الأطفال كأفلام. أوكي. فبما أنه أول فيلم لبناني عربي للأطفال لازم تكون القصة لبنانية مش موجودة بمطرح تاني. ففتشنا على شخصية أبو كيس اللي هي من التراث اللبناني الشعبي وتراث عديد من الدول العربية المحيطة، يعني بس بمحلات تانية بيسموه غير شيء. يعني متى عندك عندك بمصر بيقولوا له ابو كرتونه. اوكي. ايه، فكان لازم نجيب قصه من تراثنا العربي من تراثنا اللبناني تكون هي اول قصه تحول الى سينما الاطفال العربيه اللبنانيه، لانه نحن كل الشخصيات اللي بيعرفون الاطفال هن اجمالا شخصيات عالميه مقتبسه. نعم. طيب شخصيه ابو كيس، انه يعني انت ضد كنت بفكره انه شخصيه تخوف الاطفال عشان هيك قررت انه تحولها؟ طبيعي، مش انا ضد كل علم البيداغوجي، علم النفس الاطفال الحديث ضد اي شيء اساليب التربيه. نعم. الخاطئه. نعم، انه اي نوع من صار انه نخوف الولد تيعمل اشياء بدنا اياها نحن، انه صارت هلا صارت شوي بدائيه بالتربيه، يعني عمليه تربيه بدائيه، وللاسف نحن بعدنا بمجتمعنا العربي متمسكين بهالشيء. بالوقت اللي تغيرت كل مفاهيم التربيه صرنا بمفاهيم حديثه اللي هي بتعتمد على انه ناخذ ونعطي مع الولد ونعتبره كانسان يعني عنده عقل بحلل، مش خلص نقطع له اياها اذا ما بتعمل هيك رح يجي أبو كيس ياخدك بكيسه أو رح نحطك بالخزينة أو بأوضة الجرادين أو كذا. هيدا أساليب يعني بتخوف الولد. طور علم تربية الأطفال وصار أنه فيك تتفاهمي معه للولد وتاخديه تتفهميه الغلط اللي عم يعمله وتوعي، يعني بس يفهمه بيوعى عليه أكتر من أنه يروح ينطوي بدون ما. يعني أنا ميلاد لما سألتك أنت ضد أو مع، يعني قصدي أعرف أنه شو اللي خلاك أنت شخصيا المخرج ميلاد أبو موسى أنه تختار هالشخصية وهالموضوع وتحولها لها صحيح الطريقة. صحيح، هي شخصية من كتير شخصيات بخوفوا فيها، يعني هي مش بس أبو كيس بخوفوا فيه، بس أبو كيس عم قلك لأنه أول فيلم لبناني للأطفال ما فيك تفوتي إلا بشخصية تكون يعني حتى الاسم يكون قوي، يعني تجاريا اذا بدك تفكري بلس انه بتنفع بتفيد كبيداغوجي للاولاد انك تقدري تطوري فيها وتساعدي على تربيه الاطفال. ميلاد رح نشوف مقطع من الفيلم ونرجع نحكي عنه. الضيعه اللبنانيه الرايقه من زمان وزمان الدار بيخبروا عنه ولا مره حدا شافه. من أشهر الشخصيات التراثية الشعبية أبو كيس. هلا إذا مرق أبو كيس من هون بدي أقول له يحطكم بكيسه ويزدكم بعيد. بلشت الحكاية. جيبوا المكانس نكنس الساحة خلي ضيعتنا مثل الجنة. فوت على الرواية. القصة بتنطرح لأول مرة على الشاشة اللبنانية. تكمل خبرية ما بتخطر بالعقل. ما فرضيت المرجان شويش فيا يتكلم. خيار وبقلي وبندورة سلطة للأطفال.
طيب يا شزر، حلو بغز النظر، مخلوق بصنعنا وخس، تبكوني للحلو بس. أنا ما بصدق إنه في أبو كيس. أنا كمان ما بصدق، ما كل الناس بتحمي كيس. مش كل العيلة بتحمل كيس اسمه أبو كيس. باطل! لا 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 لا، شو هالحكي؟ شفتي ابو كيس شو بيعمل؟ شفت ابو كيس شو بيعمل؟ مهضومين كثير ميلاد هذا ابو يعني كيسنا نحن غير هلا. طب شو هي الاساليب اللي استخدمتها لتحول ابو كيس لشخصيه هالقد ودوده؟ نحن جمعنا كثير شغلات، يعني اول شيء في عنا اربع كاركترات ابو كيس بالفيلم مش واحد. أوكي. لانه وقت بتسمعي عن ابو كيس متوارث يعني بالاجيال، فالخبريه اذا بخبرك اياها هلا لاربع اشخاص بتصير مختلفه، فانت بتشوفي ابو كيس بطريقتي بشوف بطريقتي. عملنا اربع كاركترات ابو كيس، اربع شخصيات ابو كيس، بس الشخصيه الاساسيه تبعول ابو كيس هي كمان ماخوذه من التراث العربي، هو الشخص اللي بيحمل بكيسه المسرح الجوال وبيبرم فيه على الضياع وبيخبر الاولاد الحكايات وبيقدم لهم الهدايا وبيبسطهم يعني. حلوه الفكره. واللي لفتني انه القريه النموذجيه، يعني كمان فكره البيئه بدك توصلها كمان طبيعي للاولاد من خلال الفيلم. طبيعي البيئه هو موضوع كثير اساسي هلا بالعالم، يعني عم بيعاني العالم كله من موضوع البيئه والتلوث والهيك، فنحن حاطين بالفيلم انه الشويش الشرطي اللي هو بحط القوانين بالقريه مانع دخول اي اليات بتشتغل على المحركات المازوت والبنزين وهيدي لسببين. اول شيء لانه بتطلع دخان بلوث الجو، بيضر بصحه الناس وبالبيئه اللي حوالينا كاشجار وهيك. لسبب ثاني اللي هو كثير اساسي بموضوع البيئه، الضجيج. هلا الضجيج هو اخطر انواع التلوث البيئي. طبعا. طب اذا يعني ابو كيس الشخصيه المحبوبه بالفيلم، في شخصيه منا محبوبه؟ دائما في بالنسبه للاولاد الخير والشر والمنيح والابيح طب الكاستنج بدي اسالك، كيف نقيتهم الاولاد؟ يعني عملنا اكيد بلغنا واصحاب وهيك مع اعلانات بمحلات معينه، اجانا عدد كثير كبير من الاولاد، نقينا الانسب، يعني بتعرف انه الولد منه ممثل يعني طبعا صعب التعاطي اوقات مع الاولاد، نقينا يعني الانسب بانه يقدر يفهم علينا كم شغله بدنا نخبره اياهم، يعني بمشاركه اكيد الممثلين بول سليمان كلود خليل، نزيه يوسف، رودريك غصن، ومشاركه كثير كتير مهمة لأستاذ عمر مئاتي ومدام نعمة عساف. طيب زي الموسيقى التصويرية مسيو أندري مسان والمدير التصوير فادي كنعان. طيب والفيلم استغرق وقت قصير حسب كتير قياسي بإنتاج الأفلام، يعني فيلم مدته ساعة وثلث أخذ معنا تصوير 9 أيام لضرورات انتاجيه، لانه بتعرفي شغله جديده، يعني كل الناس من اول ما بلشنا نحكي انه احنا عم نعمل فيلم للاطفال اللبناني ما حدا جاهز انه يكون معك بهالموضوع. ميلاد بقيلة دقيقة، بدأ عرض الفيلم بالاريسكو بالاس ببيروت بمنطقة كليمانسو حمرة. نعم. كليمانسو تقريبا. في صفحة على الفيسبوك، في على اليوتيوب بيقدروا يشوفوا تريلر عن الفيلم، وفي صفحة فيسبوك أبو كيس بيكتبوها مثل ما بيكتبوا كي بالإنجليزي بس بيزدوا لها 2S تتكون هينة. وهذا كل شيء. بدي أشكركم، أشكر قناة الحرة وأشكرك شخصياً. شكراً لك ميلاد، نتمنى طبعاً انتشار أكثر للفيلم. بسرعة كثير في مشروع مقبل من بعد الفيلم؟ أم عميش حلو كتير، الشخصيات اللبنانية بامتياز. إن شاء الله كمان بيكون لنا لقاء معك. شكرا لحضورك معنا المخرج ميلاد أبو موسى، أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرة. مشاهدينا ختام البرنامج مع لبنى وباسل، إلى اللقاء. شكرا جزيلا لك يا منى ولضيفك طبعا. ومشاهدينا وصلنا لختام البرنامج، وهذه تحياتي أنا باسل صبري وتحيات فريق اليوم من كل مكان.